السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي محمد فاضل عباس، موظف في الهيئة العامة للآثار والتراث، مفتشية الآثار والتراث محافظة بابل، مسؤول وحدة المختبر في متحف نبوخذنصر الثاني. كذلك أعمل كمدرب مساعد في المعهد العراقي لصيانة الآثار والتراث في كردستان العراق محافظة أربيل. وظيفتي هي صيانة وترميم القطع الأصلية، وكذلك إعطاء محاضرات عن أساسيات الصيانة والحفاظ على الآثار للزملاء نظريا ثم تطبيقها عمليا. إضافة إلى هذه الوظيفة، أنا أعمل كمرشد سياحي في موقع مدينة بابل من خلال القيام بجولات داخل المدينة وتقديم شروحات مفصلة للسياح العراقيين والأجانب عن تاريخ هذه المدينة العريقة. هنا سأتكلم عن موضوع إدارة خطر الكوارث، لما يحمل هذا الموضوع من أهمية بالغة بالنسبة لنا بشكل خاص بسبب الظروف الاستثنائية التي يمر بها العراق. التراث الثقافي مهدد وعرضة للخطر في أي وقت، وقد شاهدنا الأحداث الأخيرة التي مر بها بلدنا ابتداء من عام 2003 حتى دخول داعش في عام 2014. لذا أصبح من المهم جدا إعداد خطة متكاملة، وهي خطة الاستعداد والاستجابة للطوارئ لمواجهة أنواع التهديدات المختلفة. هناك نوعين مختلفين من المخاطر: خطر متعمد من صنع الإنسان نفسه، كأن يكون هجوم إرهابي أو حريق أو تخريب أو سرقة، وخطر من نوع آخر وهو ما نسميه بعامل التلف البطيء كالحشرات والأضواء والأملاح والرطوبة. لقد عانت منطقة الشرق الأوسط والعراق على وجه الخصوص من الحروب والصراعات الداخلية والنزاعات الطائفية لسنوات عديدة، مما كان له تأثير سلبي على حياة الفرد، وتسببت في إهمال العديد من الجوانب، والتراث الثقافي هو أحدها. كذلك كان للتطرف الديني تأثير قوي في تدمير أهم المعالم الأثرية والتراثية في العراق، فما حدث في الموصل من تدمير أهم المعالم الأثرية فيها مثل مسجد النوري ومنارة الحدباء وموقع النمرود ومتحف الموصل الحضاري هي مع الأسف أمثلة على هذه الأنواع من الكوارث. فبسبب كل ما ذكرناه، فإن امتلاك المعرفة والخبرة الكافية حول إدارة خطر الكوارث هو أمر مهم جدا لنكون مهيئين ومستعدين جيدا لأي خطر مفاجئ، بسبب أن العمل أثناء حدوث الكارثة يختلف تماما عن ما قبل أو بعد وقوعها. لذلك كخطوة أولى ومهمة جدا أن نبدأ برفع مستوى الوعي والإدراك بأهمية هذا التراث الثقافي من أجل حماية الأجيال القادمة، وكذلك زرع مفهوم الحب والحرص على إرثنا الحضاري. شاركت في عدة دورات داخل وخارج العراق، كان آخرها في هولندا، حيث أن دوري كان مدرسا مساعدا في تعليم المتدربين كيفية صيانة وحفظ القطع الأثرية خلال الكوارث وأيام الأزمات، حيث قمنا بتدريب 21 مشارك من مختلف دول العالم على كيفية الاستجابة السريعة والاستعداد، وكذلك اختيار القطع الثمينة التي لها الأولوية في التعامل معها بحرص تام. من خلال العمل مع زملائي اتضح لنا أن أهم خطوة في العمل هو التقييم، وهو الخطوة الأكثر أهمية لبدء المشروع. هذا التقييم يشمل عدة جوانب، منها المخاطر والحالة والإدارة والتخطيط والمشاكل والإجراءات، وخاصة خلال الظروف المعقدة. ولأننا نعيش في وضع حرج وغير مستقر، ونعمل في مؤسسات ثقافية فقيرة تمتلك إمكانيات ضعيفة وقليلة على الاستجابة للطوارئ، لذلك نحتاج إلى تشريع قانون جديد للحد من تدمير التراث الثقافي ومن أجل استعداد لأخطر الظروف. لذلك هناك ثلاث مراحل مهمة لبدء في إدارة مخاطر الكوارث، وهي أولا تقييم المخاطر وتخفيفها، وثانيا التأهب والاستجابة، ثالثا وأخيرا إعادة التأهيل